الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الاتحاد وموعد مع غريمه الأهلي في ديربي الغربية. مباراة لا تقبل أنصاف الحلول للعميد. نتيجة لابد أن تنتهي بتفوق وثلاث نقاط. أما غير ذلك فالحسابات المعقدة ستكون بانتظاره. البداية تشير إلى أفضلية أهلاوية، والقائم الاتحادي يتصدى لكرة عبد الرحمن غريب. عمر السومة يحاول، ولكن كرته لم تكن بالشكل المطلوب لتغادر المستطيل الأخضر ضربة مرمى للاتحاد. تحرك أصفر عبر خالد السميري، تسديدة من مسافة بعيدة يتصدى لها محمد العويس، وتهديد آخر من داخل 18 تنتهي الكرة بين أحضان العويس. الدقيقة 29 تشهد اهتزاز شباك البرازيلي غاروني بمتابعة ناجحة من عمر السومة، والنتيجة هدف للأهلي دون مقابل للاتحاد. عودة صفراء للقاء بعد هجمة من فهد المولد لم يكتب لها النجاح، لكن نهايتها جاءت بأقدام عبد الإله المالكي في الشباك الأهلاوية هدف التعديل. الله الله الله. عمر السومة يحاول زيارة الشباك الاتحادية مرة أخرى، لكن تسديدة تجد قروهي في المكان المناسب. نجم اللقاء عمر السومة يتمكن من منح فريقه الأفضلية بهدف آخر بعد عرضية من حسين عبد الغني يعالجها السومة بيسرى على يمين قروهي. أمام الجول، أمام الجول، عمر السومة، عمر السومة مرة أخرى. حاول الاتحاد كثيرا وضغط بغية إدراك التعادل، ولكن بسالة الدفاع الأهلاوي وقفت حائلا دون ذلك، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف وبلوغهم النقطة 43 في المركز الثالث، بينما بقي الاتحاد على نقاطه 23 في المرتبة 13.